من حسين الشحات بعد ما لعب الكرة أسفل الحذاء كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رفاق عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا النهاردة هجيب لكم موضوع واحد بس اللي شاغل كل السوشيال ميديا وكل عمال يتكلم عليه، وانا عن نفسي شايف حسين الشحات غلطان ومش غلطان. فعشان نعرف الموضوع بالظبط يا ريت نصلي على النبي ونذكر لا اله الا الله وفضلا وليس امر، مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. صلوا على النبي يا جماعه. اول حاجه طبعا احنا شفنا مباراه امبارح الاهلي وبيراميدز، واللي ما شافهاش انا اقول لكم المختصر المفيد، يعني الاختصار على طول. امبارح كانت مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري، طبعا الدوري خلص المفروض، بس كانت دي مباراه مؤجله ما بين الاهلي وبيراميدز. فطبعا امبارح الاهلي خسر 3-0 من بيراميدز، اول خساره للاهلي في الدوري، ان كل المباريات اللي لعبها دي اول خساره دي. ورغم كده احنا ما زعلناش، قلنا عادي اللعيبه تعبانه ومرهقه ومفيش مشكله، حلو حلو. فبيراميدز بيلعب معاها لاعب اسمه محمد الشيبي. محمد الشيبي ده مغربي، مع احترامي لكل الشعب المغربي، مع احترامي لكل المغاربه عارفين ان انا بعزهم وبحبهم قد ايه، والمغرب انا بلد بحبها جدا، فمش هندخل الكوره في البلاد ولا في حبنا لبعض ولا اي حاجه، تمام. فامبارح محمد الشيبي ده عمل ايه؟ بعمل يستفز جمهور الاهلي ويستفز اللعيبه ويشتم حسين الشحات باهله ويشتم قفشه برده باهله او يشتمهم عامه، تمام. فامبارح بعد ما المباراه خلصت خلاص وكل حاجه، فقام جاي حسين الشحات راح يتكلم معاه محمد الشيبي وقام ضربه بالقلم. ليه يا جماعه ضربه بالقلم؟ اول حاجه محمد الشيبي دوت راح استفز الجمهور لما دخلوا الهدف الاول. استفزهم ازاي؟ قام راح عند جمهور الاهلي، يا عم انت مالك ومال جمهور الاهلي؟ انا معرفش. راح عند جمهور الاهلي وعامل لهم زي كده، يعني ده حجمكم، احنا حجمنا كده، احنا كاهلاويه حجمنا كده، قلنا معلش يا جماعه وعدوا ومشوا الموضوع. حلو حلو. شويه وقام جاي قعد يشتم مين؟ حسين الشحات بامه بوالدته وبمراته. طب ايه اللي دخل الام والزوجه في الكوره واللي بتشتمهم؟ من حسين الشحات بعد ما لعب الكوره باسفل الحذاء كده، وقعد يشتم برضك في قفشه ويشتم في اللعيبه ويقل في ادبه وتقول عليه انسان محترم على نفسه، يعني ده احترامه وقل ادب على نفسه، هو بيمثل نفسه بس، لا بيمثل حد ولا بيمثل اي حد، بيمثل نفسه بس. حلو. ولو جينا برضك في ايام مباراه السوبر اللي ما كنا بنلعبهم، اللي المفروض كان الزمالك اللي يلعب والزمالك انسحب وهما دخلوا بدلهم، برضك عمل نفس الحركه دي، مش شتايم لا استفزاز بقى. كان في لعيب من الاهلي واقع، محمد عبد المنعم كان واقع على الارض، فمحمد الشناوي اخذ الكوره وطلعها بره علشان خلاص يعني اللعيب بتاعه يتعالج ويقوم. قام ده واخد الكوره وجري بيها عايز يدخل الهدف، يعني الحارس بتاعنا بيطلعها بره، انت اللي بتاخدها اصلا. قام جايين لعيبه الاهلي طلعوا الكوره بره، خدوها منه طلعوها بره وراحوا ضربوه، اللي هو متعود على الضرب الظاهر عادي. قام جاي محمد الشناوي بتهيألي او علي معلول ضربوه بالقلم بالقفه، هو الظاهر بيحب الضرب الكتير. حلو حلو. فدي كانت في مباراه السوبر وخلاص وعدت الموضوع وكل حاجه. جاي امبارح برضك يكرر في نفس الموضوع، يستفز جمهور الاهلي ويستفز اللعيبه ويشتمهم. طب انت بتلعب كوره، انت جاي تلعب كوره جاي تستفز اللعيبه وتستفز الجمهور وتشتم اللعيبه؟ انا مش عارف. وليه ما حدش بياخد معاه خطوه، او ليه ما حدش بيعاقبه؟ زي ما نزلت عقوبه على حسين الشحات، كان المفروض تنزلوا عليه عقوبه هو كمان. وبعد ما كل ده حصل حسين الشحات راح عشان يغير هدومه، طلع لقاه هو وهاني سعيد. هاني سعيد ده اللي ملوش لازمه اصلا في الوجود اصلا، وهو خبيث جدا. هاني سعيد ده خبيث جدا على فكره. لقاهم واقفين فخلاص، فحسين الشحات قال له معلش ما تزعلش، بس راسه وخلاص الموضوع خلاص انتهى خلاص وكل حاجه. فقام جاي الشيمي ده بقى عامل ايه؟ الشيبي قام عامل ايه؟ قام واخد بعضه ومنزل ستوري على الانستجرام، او هو او اي حد تاني اللي منزلها واحد مصري، حد مصري، لان الكلام كله بالمصري، فالشيبي عمره ما هيكتبها بالمصري. ما علينا، هيكون زي ما يكون. قام منزل ستوري قاعد يقول ايه؟ ان انا مش هسيب حقي، وانا هروح ارفع قضيه وهروح ابلغ وهروح اعمل وهسوي. ليه يا عم؟ هو مش خلاص هيعتذر لك؟ مش هيعتذر لك خلاص وقال لك معلش وبس راسك ما تزعلش مني وانت اللي غلطان اصلا؟ ان حسين الشحات مش غلطان في حاجه، لو راح ضربه بالقلم ده كويس انه ضربه بالقلم، واحد ما ضربوش قلمين ثلاثه يعني. فانا صراحه مش عارف يعني الوضع ازاي
رابطه الانديه تطلع عقوبه على حسين الشحات والشيبي ما عملوش اي حاجه. نفسي اعرف ازاي يعني حسين الشحات وقع عليه عقوبه بانه هيقف مباراتين وهيدفع 20,000 جنيه. طب وبالنسبه للشخص التاني اللي غلط فيه اصلا مش رمه عادي صح؟ ده ما عملش ده بقى ليه؟ ده ملاك ده. ده ملاك بريء ما عملش حاجة خالص صح؟ ولا استفز الجمهور ولا قل أدب ولا عمل الجمهور حركات مش كويسة ولا أي حاجة صح؟ ولا شتم اللعيبة ولا حاجة خالص. ده بريء ده. ده مظلوم ده. صح؟ جايين بس يعملوا عقوبة على لعيبة الأهلي وخلاص. لكن لعيبة البيراميدز ما حدش يقدر يجي يمتهم. أصلهم محصنين. لعيب يشتم لعيب في المباراة تغلطهم وعادي. يروح ياخد حقه؟ لا ما تاخدش حقك سيبك اغلط خليه يغلط فيك ويشتمك عشان ايه؟ ما حدش يعمل لك حاجه. فانتوا لو شايفين الكوره بالطريقه دي يبقى لغوا الكوره في مصر خلاص. رابطه الانديه دي ما لهاش اي 30 لازمه. ليه توقعوا عقوبه على حسين الشحات والتاني لا؟ ليه؟ ايه التفرقه دي؟ انتم ليه كده؟ وغير كده جت يوم من الاداره بتاعت نادي الاهلي برضه وقعوا عقوبه على حسين الشحات وقرموه 300,000 جنيه. وهو مش غلطان في حاجه، ده حقه. يعني تشتمه بعرضه ويسيبك؟ يعني لو شتم، لو اي لعيب شتم حد بعرضه هيسيبه؟ مش هيسيبه، هيغلط فيه بنفس الطريقه. فده اللي حصل. يعني انا صراحه مش شايف حسين الشحات غلطان قوي. زي ما حسين الشحات غلطان وعملته عليه عقوبه، كان المفروض الشيبي ده غلطان وتعملوا عليه عقوبه هو كمان. ما هوش احسن منه هو، ما هوش هو ملاك يعني. وحسين الشحات شيطان. وعلى فكرة دي أول مرة نسمع إن المشكلة عملها حسين الشحات. وفي مثل بيقول لك لكل فعل رد فعل. وحسين الشحات ما بيعملش مشاكل أصلا مع حد. فأنتوا السبب. أنتوا كإدارة أنتوا السبب. إدارة بيراميدز هي السبب. عندكم لعيب مستفز زي ده. ليه ما بتعاقبوهوش؟ أنتوا عارفين إنه لعيب مستفز، قعدوا ما تلعبوهوش مع الأهلي. لعبوه مع كل الأندية إلا الأهلي. ما شفتوش عمل مشكلة مع أي لعيب غير لعيبة الأهلي. لعبوا من الزمالك ولعبوا في يوتشا ولعبوا طراحي الجيش ولعبوا كل الانديه، ما عملش مشاكل مع حد خالص، ولا استفز الجمهور ولا استفز اللعيبه ولا اي حاجه. ما بيتشطرش غير على الاهلي اللي داس على وشه على طول. الاهلي ده اللي داسين على وشكوا على طول، وما بيتشطروش غير عليهم هم بس صح؟ احنا بقى انا بطالب بان رابطه الانديه توقع عقوبه على الشيبي. ما ينفعش الكلام ده. المفروض اداره نادي الاهلي تاخد خطوه في الموضوع ده. عندكم الفيديوهات وعندكم المباراة شوفوها وانتوا تشوفوا، مش تطلعوا عقوبة عليه وخلاص بفيديو وخلاص. واي حاجة تخص الاهلي تعملوها في ثواني وتطلعوا عقوبات وحاجات على النادي الاهلي وعلى لعيبة الاهلي. وبالنسبة للفرقة التانية مفيش بح، فرقة التانية كخة لا محدش يجمدها. ما هو في مباراة الاسماعيلي باهر محمد ضرب محمد هاني على بالقلم على وشه، ليه ما عملتوش الكلام ده؟ ليه ما وقعتوش عقوبة عليه؟ ولا عشان ده اهلاوي خلاص بقى نوقع عليه عقوبه؟ اما التانيين لا، التانيين خط احمر. ايه الفوضى دي؟ ايه الكوره اللي في مصر بقت بالكوسه والمحسوبيه دي؟ المفروض اتحاد الكوره او رابطه الانديه يخفوا في داهيه خلاص. هما الاثنين اللي مسوقين سمعه الكوره في مصر. ما ينفعش الكلام ده. يعني كده ما ينفعش. زي ما ده عاقبتوه ده كمان تعاقبوه. ما ينفعش تعاقبوا واحد على حساب التاني. انا كده يا جماعه خلصت الفيديو بتاعي. وأتمنى المشاهدين في قناة الشبكة يفعل الجرس، وأشوفكم في فيديو قريب إن شاء الله. سلام.